مؤسسة حياة كريمة أعلنت استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية التصالح حياة في مرحلتها الأولى، واللي بتضم 9 محافظات، والبداية كانت في البحيرة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وده من خلال طبعا المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة. في اليوم الأول للمبادرة في محافظة البحيرة تم فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لعدد 43 حالة ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير. وطبعا يعني هذه المناطق تحديدا لها يعني دلالة، وليها ربما تكون يعني اختيار له طبيعة لحصر الأعداد عن المرحلة الأولى في البحيرة، وأيضا لحصر الأعداد اللي تستحق فعلا المساعدة والدعم. عشان كده معانا دلوقتي الدكتور ولاء جادل كريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة. يا دكتور ولاء، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا. أستاذة آية مع حضرتك. أهلا وسهلا. لو بنتكلم في فكرة يعني آخر التطورات الخاصة بالمبادرة، وكمان فكرة المحافظة البحيرة تحديدا وحصر الأعداد، نتكلم ونقول إيه مزيد من التفاصيل مع حضرتك؟ الحقيقة المبادرة يعني زي ما حضرتك تفضلتي طبعا هي مبادرة مقدرة من مؤسسة المجتمع المدني وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير بالتعاون مع التنمية المحلية. المبادرة دلوقتي احنا بقالنا تقريبا الأسبوع الرابع فيها، ووصلنا لمحافظة البحيرة بعد ما كملنا الإجراءات في عدد من محافظات الصعيد، أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والوادي الجديد، والنهاردة في البحيرة. الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذة آية، الاختيار القرى له دلالة، واختيار الفئات له دلالة. يعني احنا بنشتغل حرفيا مع من يطلق عليهم يعني أكثر الفئات احتياجا، أو بالمفهوم العلمي أفقر الفقراء، الفئات اللي هي غير قادرة على الإطلاق على دفع تكاليف التصالح. والحقيقة أن عملية الوصول لهذه الفئات عملية في غاية الصعوبة، وبيتم الوصول ليهم بإجراءات في غاية التعقيد، إجراءات يعني تعتمد على رؤية المجتمع وتقييم المجتمع من خلال لجان التنمية المجتمعية الموجودة في كل قرية، قواعد البيانات الرسمية اللي موجودة لدى التضامن الاجتماعي ولدى الإدارة المحلية، عمليات المسح اللي بيجريها شباب البرنامج الرئاسي وكوادر مؤسسة حياة كريمة وكوادر مؤسسة صناع الخير. فيعني فعلا معايير الاستحقاق بيتم تطبيقها، فعلا بيتم الوصول للفئات الأكثر استحقاقا. طيب حضرتك قلت ان عشان نقدر ان احنا نوصل للاعداد دي كانت مرحلة في غاية الصعوبة. ليه في غاية الصعوبة؟ يعني ايه التحديات اللي انتوا واجهتوها في مبادرة حياة كريمة والإدارة المركزية تحديدا؟ وكمان يعني حضرتك اشرت لنقطة مهمة، تعاون الشباب الرئاسي في هذه المبادرة المحترمة. صحيح. والله الصعوبات متعددة. اول حاجة انه يعني احنا كجزء من ثقافتنا في المجتمع المصري ان دايما الاكثر احتياجا قد لا يفتح عن نفسه. يعني اعتقد ان المصريين كلهم شهدوا على مدار الكام يوم اللي فاتوا واقعه سيده المطر، سيده الفاضله المصريه النبيله، اللي كانت بتنزل في عز موجه المطر علشان تبيع وتكسب قوت يومها من غير ما تمد ايدها لحد. لولا السوشيال ميديا ولولا يعني تسطيط الاضواء اللي حصل ما كناش عرفنا ان الست دي تستحق للمساعده. عموم المصريين المحتاجين هم عندهم يعني قدر كبير من عزة النفس، وبالتالي هم ما بيكشفوش عن نفسهم. فبالتالي احنا بنبذل مجهود في الوصول ليهم. ازاي بقى؟ بثلاث اجراءات. الاجراء الاول المجتمع. المجتمع دايما خصوصا في المجتمعات القروية اللي لسه فيها يعني سمات من الترابط والتماسك، القيادات الطبيعية والشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لديها قدرة على أنها تحدد، تقول والله هذه الفئات مستحقة، تعمل قوائم أولية. وده اللي بيحصل. عندنا لجنة تنمية في كل قرية تعمل في إطار مبادرة حياة كريمة. طبعا لجنة التنمية دي بتضم كوادر من الفئات اللي يعني اللي شرحتها لحضرتك. اللجنة دي هي اللي بتحدد، تقول هذه هي قائمة المستحقين في القرية. ثم يحصل فاليديشن على القائمة دي من خلال المسح الميداني اللي بيجريه زي ما حضرتك أشرتي، شباب البرنامج الرئاسي وكوادر مؤسسات حياة كريمة وصناع الخير. والحقيقة يعني دول كانوا فعلا إضافة كثيرة للمبادرة. ثم يحصل مضاهاة لكل ده مع قوائم البيانات اللي موجودة عند
الزملاء في وزاره التضامن الاجتماعي او مديريات التضامن الاجتماعي والاداره المحليه. هنا بتضمن من خلال الثلاث اجراءات دول ان انت توصل لافقر الفقراء او الاكثر استحقاقا. وده اللي بيتم تطبيقه على فكره، ودي صعوبه العمليه. يعني عمليه الحصر هي مش عمليه تقليديه، احنا لا نعتمد على بيانات جهه. الحصر ده تم في كم محافظه يا فندم؟ الحصر ده هيتم في 9 محافظات. تم كام؟ لغايه دلوقتي احنا يعني بنشتغل في المحافظه الخامسه، لسه طبعا لدينا عدد من المحافظات كبيره الحجم زي اسيوط مثلا، زي مطروح لسه ان شاء الله هنبدا نشتغل فيهم. نما خلصنا المنيا. بيقاس كبر الحجم كمساحه ولا كعدد سكان؟ لا هو مش بكبر الحجم، هو احنا واخدين بمعدل الفقر، احنا واخدين افقر القرى، يعني افقر 315 قريه في مصر، ودلوقتي هنرفعهم كمان ل 1000 قريه. يعني لما لقينا انه الاعداد اللي تم حصرها في امكانيه لزيادتها، ولسه في موارد ماليه من اللي تم تعبئتها من خلال المؤسسه المجتمع المدني نقدر نساهم بيها، فهنرفع كمان العدد وهنتوسع في عدد القرى. حضرتك بتتكلم كمبادره مش كوزاره تضامن اجتماعي مثلا؟ لا لا، احنا انا بتكلم ك يعني وزاره تنميه محليه بتشرف وتنسق وترعى هذه الجهود، لكن اصحاب المبادره الحقيقيين اللي انا كل مره يعني بتعمد اوجه لهم الشكر الحقيقه هو مؤسسه صناع الخير ومؤسسه حياه كريمه وشباب البرنامج الرئاسي اللي بذلوا مجهود كبير في تعبئه الموارد وفي اداره هذه المنظومه، فلهم كل الشكر، واحنا بنتشرف الحقيقه ان احنا بندعمهم وبنساندهم وبننسق معاهم في ده. هل كل محافظه ليها طبيعه خاصه في التعامل بشكل كبير مع اهالينا في محافظات الصعيد مختلفه مثلا عن محافظات موجوده زي مثلا مطروح زي ما حضرتك اشرت؟ يعني كل محافظه بيبقى ليها ديموغرافيه مختلفه وطبيعه خاصه عن كل محافظه اخرى، هل بيتم التعامل باختلاف ولا بيبقى في قدر من المساواه في التعامل؟ يعني قدر من المساواه في القواعد، لكن بالتاكيد في منهجيات وتقنيات التعامل في اختلاف، زي ما حضرتك اشرتي اهالينا في مطروح يعني الاصول والجذور البدويه المصريه الجميله غير الاصول الصعيديه الجميله غير اهالينا في البحيره وباقي المحافظات وهكذا، ففي تنوع. فبالتالي كل محافظه قد يكون لها مدخل مختلف. كمان في نقطه ثانيه بتحتم علينا الاختلاف في المداخل بين المحافظات، وهو ان طبيعه الحالات اللي بنبحث عن تقنين اوضاعها مختلف، يعني قد يكون المساحات اكبر شويه في الصعيد لان قيمه الارض ارخص، فبالتالي قد يكون حد عنده بيت مثلا 150 متر وهو فقير، ليه؟ لان الارض هنا ارخص، لكن في البحيره لان الارض اغلى بكثير جدا، فتلاقي مثلا يعني البيت 70 متر او 80 متر مش اكثر من كده، فانت محتاج يبقى في مرونه كمان حتى في تطبيق المعايير. طب الميزانيه بقى يعني اخبارها ايه وتفاصيلها ايه وبتيجي منين الحقيقه وبتستمر ازاي؟ الموازنه جايه من يعني مساهمه مؤسستين، هي مؤسسه حياه كريمه ومؤسسه صناع الخير، وهما من مؤسسات المجتمع المدني المصري المشهرين وفق احكام قانون الجمعيات الاهليه. المؤسستين دول قدروا يعبئوا موارد من يعني تبرعات مؤسسات الاعمال ورجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المصري بمقدار 150 مليون جنيه. وهم يعني ملتزمين بالاستمرار في هذا الطريق وسداد قيمه جديه التصالح وباقي اقساط التصالح ايا كانت قيمتها خلال الفتره المقبله. دكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة.